ألوان خشب 12 لون من ماركة فايبر كاستل، بس مش أي خشب، دي ألوان خشب مائية. مساءكم فلة، النهاردة هكلمكم على ألوان خشب مائية من فايبر كاستل. الأول جربت الدرجات كلها وكررتها مرتين، ده عشان أول مرة هتكون إن احنا نشوف البيجمنت بتاعها، وتاني مرة البيجمنت بعد ما نستخدم المية. كمان الدمج جربته مرتين، مرة نشوف البيجمنت بتاعه من غير المية ومرة بالمية. علبة الألوان الخشب دي بيجي معها فرشة درجة 4، زي ما انتم شايفين البيجمنت بتاعها قوي جدا وتقيل جدا، بس بصراحة الفرشة بتاعتها ما عجبتنيش. لو انتم حابين ان انا اجرب اي الوان تانية سيبولي في الكومنتس تحت. وبس كده.